يوما، واضطر مسؤولو النادي للانفصال عن البلدوزر المصري بالتراضي. الرجاء يقول بأن اللاعب تصرف بشكل فيه الكثير من الهواية، واللاعب يقول بأن الرجاء لم يتعامل معه باحترافية. والقصة تقول بأن عمرو زكي أصيب في كاحل قدميه اليمنى فرحل إلى ميونخ الألمانية بعلم من الطاقم الطبي للنادي، لكن هذا الأخير فوجئ بعمرو زكي وهو يجري عملية جراحية على مستوى الكاحل، ما اضطر النادي لإصدار بيان يستنكر فيه تصرف اللاعب المصري، والذي بدوره سارع إلى نشر بيان قال فيه بأن العملية تمت بعلم من إدارة الرجاء، مصرا على أن الإصابة لحقت به أثناء تواجده بالمغرب، ومن ثم وجب على الفريق تحمل مصاريف علاجه حسب قوله. عمل الرجاء على واجهتين، الواجهة الأولى هو إعداد ملف لصون حقوق الرجاء، ثم كان الاتصال الأهم في الحلقة كلها هو من طرف السيد الرئيس مع عمرو زكي ليطمئن على صحته ودعا له بالشفاء العاجل، وتأسف على أن الفترة هي فترة مواجهة النادي لواجهتين مهمتين، البطولة في الإياب ديالها وكأس عصبة الأبطال، ومع الأسف شاءت الأقدار أن عمرو زكي ما يكونش. الشيء اللي دعا أن عمرو زكي طرح التجاوب ديالو التلقائي وقال بأنه فعلا أنا كنت باغي نلعب مع الرجاء، ولكن لا رد لقضاء الله. المهم أن الرجاء تصرف سريعا ليجد حلا مفاده أن يعيد اللاعب قيمة مقدم العقد الذي ناله والبالغة قرابة 140 مليون سنتيم، على أن يتكفل الرجاء بدفع تكاليف علاج عمرو زكي التي تبلغ قرابة 23 مليون سنتيم، فيما سينتظر اللاعب الموسم القادم للبحث عن نادي آخر بعد أن أنهت الإصابة موسمه الحالي. رحل عمرو زكي إذن تاركا خلفه أسئلة عديدة دون إجابة، أهمها لما أصر اللاعب على نيل مستحقاته حتى قبل أن يبلل قميصه.